الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. يرافق الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية تنفيذ فعاليات ختام التدريب الجوي المشترك المصري السوداني نسور النيل 2، والذي استمر فعالياته لعدة أيام بجمهورية السودان بمشاركة عناصر من القوات الجوية والقوات الخاصة لكلا البلدين، حيث بدأت فعاليات المرحلة الختامية بتقديم عرض تفصيلي تضمن استعراض الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في مراحل التدريب المختلفة للوقوف على مدى جاهزية واستعداد القوات المشاركة في التدريب. كما تضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات متعددة المهام والمروحيات لتنفيذ مهام الاعتراض والحماية الجوية للقوات، كذلك تنفيذ عمليات الهجوم على أهداف العمق والدفاع عن الأهداف الحيوية. إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة لتصفية بؤرة إرهابية. وقد أظهر ختام فعاليات التدريب المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة في التدريب، ثم قام رئيس أركان البلدين بتكريم عدد من العناصر المتميزة أثناء التدريب. وألقى الفريق محمد فريد كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى القيادتين السياسية والعسكرية في السودان الشقيق. كما أثنى على ما شاهده من مستوى راق واستعداد قتالي عال للقوات المشاركة في التدريب، مشيرا إلى أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم لنجاح القوات في تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار. وفي سياق متصل، عقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين لقاء ثنائيا تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتحديات والتهديدات العسكرية والأمنية والتزامات وبرامج التعاون العسكري خلال الفترة القادمة. واتفق الجانبان على أهمية توظيف الخبرات المكتسبة من الأنشطة التدريبية لصالح تطوير المهام العملياتية. حضر ختام الفعاليات قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.